اقتلها معي. تعي قلبي كشميري، تعال تعال كشميري، قرب قرب. بتلاموني بعدي عنه ليه؟ بتبعدي عنه بعدي. ايوه تعي 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 الباذنجاني، تعي اربلون. ولك لك 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 كشمير، لك كشمير لا تاكلهم كلهم. اربي اربي. ايوه عزام، لك يا عزام. ما خلصت لسه فزلك يا حاج، ومن الصبح نازل صفير وعياط صفير وعياط. شو اعمل يعني؟ شو اعمل؟ هاي السماء الله خلقها للكل، بدي عيط وبدي صفر فصيحوا حالا كمان. لا سيدي مو للكل، المهم حكت اختك وما رح تقدر تجي على البلد. ليش اختنا ما رح تجي فيها على البلد؟ ايه ما سمعت، ما في طيران، حطوا عقوبات وحرموا الطيارة تطير. هاي عقوبات مو على اساس على المسؤولين وعلى هذول الكبار يعني، وعلى النظام، مو على الشعب. ولك انا شو دخلني؟ هيك قالوا، ويمكن هذا الحكي كله كذب مو صحيح. يعني شو هي اختنا دخلها بهذا النظام؟ شو اجى لعند النظام ولا جاي لعند الشعب؟ نحن شعبنا، اذا كل واحد بده اخته ما تجي لعند، شو دخل عقوبات علينا؟ شو ها؟ ليه انا طرطوشه؟ اكيد انت مو عايش بالبلد، لك ما سمعت شو صار؟ قال ما بقى في حدا رح يقدر يطير، حظر جوي، هيك قالوا. شو ما حدا في يطير يعني؟ شوفوا بيعملوا حدود بالارض، كمان بيعملوا حدود بالسما فوق. لك شو بك كامش لي كلمة السما من الصبح وماشي؟ رح تطير شوي تانية. لا، لأنه ما حدا منكم يطلع على السما، ما حدا منكم، بس أنا بتطلع لفوق بالسما. شلون يعني؟ أنا شغلتي إنه أنا مو بتطلع بالأرض، بتطلع بالسما فوق، لأنه أنا بطير الطيور، والطيور مملكة السما. شو حضر جوي ما حضر جوي، لازم كل الطيور تطير بالسما. أخي ما بعرف، الله يستر. لوين؟ لوين رايحة؟ أيوة واقفي، بدي أطير أنا الحمام بكل السما، شكارة فيهم وبالعقوبات وهيك. أنا بدي أروح أجيبها، أنا بدي أروح أجيبها، بدي خليهم يجيبوها. خليكم لا تروحي، بدي طير حمام. يلا طيري يلا يا بدنجاني، يلا يلا طيروا سوا مملكتكم، طيروا ولك تطيروا شكارة من كل، طيروا طيروا الحدود السماء يوم تجي، طيروا طيروا.